محمد بن إدريس الشافعي، مواقف من حياته. في العراق على نجم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعلم الجميع قدره، ووصل صيته إلى الخليفة هارون الرشيد. ولأن هارون الرشيد كان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس أستاذ الشافعي، فقد كان حريصاً على أن ينهل ابنه من نفس النبع الذي نهل منه، نبع العلم. وهكذا أرسل ابنه للإمام الشافعي، وكان الدرس الأول الذي أعطاه الشافعي لابن الخليفة درساً عجيباً. السلام عليكم يا إمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت إذن ابن الخليفة، أليس كذلك؟ بلى. حسناً. آه، ما هذا؟ لماذا؟ هذا هو درسك الأول، لقد انتهينا اليوم. يمكنك الانصراف. عاد الابن إلى أبيه متعجباً وحزيناً، فماذا كان رد فعل الأب الخليفة؟ أنا لا أصدق، من المؤكد أنك فعلت شيئاً أغضبه. أبداً يا أبي، لم أنطق بكلمة واحدة. ربما سألك ولم تنطق، ضربك. لم يفعل، نظر إلي وسألني إن كنت ابن الخليفة، ثم ضربني دون سبب. هذا أمر عجيب ولا يمكن السكوت عليه. أطلب منه الحضور يا أبي، واسأله لما فعل هذا. لا يا بني، لقد تعلمت من معلمي مالك بن أنس أن للعلماء قدرهم، لا بد أن الإمام الشافعي فعل ما فعله لحكمة، ولذا سأذهب إليه بنفسي. مرحبا بك في منزلي يا أمير المؤمنين. أتعرف سبب زيارتي يا إمام؟ نعم، وقد توقعت هذه الزيارة وانتظرتها. هل أغضبك ابني فضربته؟ لا، لم يفعل شيئا، إنه فتى حسن الأخلاق. حسنا، أنا متأكد أنك لم تفعل هذا إلا لحكمة، فهل لي أن أعرفها؟ تعال يا بني. لقد ظلمتك وضربتك دون سبب، أليس كذلك؟ بلى، وأريد أن أعرف السبب. أنت ابن الخليفة، وعندما تكبر سوف تصبح خليفة إن شاء الله، ولقد ضربتك حتى تعرف معنى الظلم، فإذا كبرت لا تظلم أحداً، وهذا أول درس لك عندي. وأهم درس يا إمام. هذا الذكاء الذي اشتهر به الإمام الشافعي جعله محل تقدير دائم، وبرغم حب أهل العراق للشافعي ورغبتهم في بقاء الإمام بينهم، إلا أنه كان قد قرر الانتقال إلى مكان جديد. انتقل الإمام الشافعي إلى مصر، واشتهر بعلمه وتواضعه وبلاغته وذكائه. ويروى أن الطلاب في مجلسه كانوا يزيدون عن 300، فقد علم الكثيرون
أن بين أيديهم كنزاً لا يمكن أن يفوتوه، إنه الإمام الشافعي. يا إمام، نحن الاثنان من طلابك، ولكن نحن وقعان في مشكلة. وما مشكلتكما؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تصلح بها الحياة؟ بلى. وما دمنا نملك تغيير المنكر باليد، فلماذا لا نغيره ما دام لن يؤذي هذا أحدا؟ احكي له الحكاية كاملة. اهدأ اهدأ، وليخبرني أحدكما ما الأمر بهدوء. سأخبرك يا سيدي. الخلل، الخلل الفاخرة. كنا في السوق ورأينا رجلا يريد شراء قلة. بكم تبيع القلة؟ هذه قيمتها 3 دراهم. 3 دراهم؟ هذا كثير، هناك من يبيعها في السوق بدرهمين فقط. اذهب واشتري من عنده إذن. لماذا أتيت إلي؟ يا لك من بائع عنيد. حسنا، سأحذر كل من في السوق كي لا يشتروا منك. أردنا أن نتدخل في الأمر، وهنا بدأ خلافنا. أنا رأيت أنه من الواجب أن نمنع الرجل عن فعله هذا فورا، لأن البائع ربما تضررت تجارته لو ذكره المشتري للزبائن بالسوء، وهذا ما فعلته. أما رأيي فكان أن ننصح البائع نفسه بألا يطمع في ربح أكثر، ربما تسبب في خسارة أكبر، وهذا ما فعلته. كلاكما على صواب، ولكنكما أخطأتما أيضا. ماذا؟ تصرفكما كان سببه ما فعله المشتري مع البائع، وأنه أراد أن يفضحه في السوق. هذا ما دفع كل منكما ليفعل ما فعله، ولكنكما تصرفتما بنفس الطريقة التي اعترضتما عليها. عفوا، لم أفهم يا سيدي. لو أنني رأيت أحدا منكما يفعل خطأ فلن أوجهه أثناء الدرس، سوف أنتظر حتى أجتمع به وحدنا وأنصحه، حتى لا أحرجه أمام الناس. باختصار، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. أمر بالمعروف وانهيا عن المنكر وانصحا لوجه الله، ولكن دون أن تحرجها أحدا. ولم يكن علم الشافعي رحمه الله يقتصر على مجلسه وحلقته فقط، فقد كان يحاول أن ينفع الله بما يقوله كل من يقابله. وقد حفظ التاريخ كثيرا من أقوال الشافعي، أبيات الشعر الذي برع في كتابته. السلام عليكم يا عم. وعليك السلام ورحمة الله. ما لي أراك مهموما وحزينا؟ إنه أخي يا محمد يبدو أنه مصر على إزعاجه. لم أستطع النوم طوال الليل بسبب صراخه مع أبنائه أولاً، ثم سهره مع أصدقائه حتى الفجر يتضاحكون بصوت عال. ما الأمر؟ لماذا لا تراعي ظروف أخيك؟ وماذا أصنع له؟ إننا نعيش في زمن عجيب. الأخ لا يريد لأخيه أن يستمتع ببعض الوقت في منزله. ألست محقاً؟ أليس زمناً غريباً وعجيباً؟ العيب ليس في الزمن، بل في من لا يفكرون إلا في أنفسهم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إنه أخوك الكبير، تذكر أنك سوف تصبح في سنه في يوم من الأيام لو أطال الله عمرك، وقد يصبح نومك خفيفا مثله. فاعمل لمثل هذا اليوم في الدنيا من الآن، واليوم أهم تحاسب فيه على كل ما فعلته. السلام عليكم. أهلا يا سيدي.
هل لي أن أسألك سؤالا؟ تفضل. كثيرا ما أراك تسير وهذه العصا معك، لماذا تمسكها دائما؟ مع أنه من الواضح أن صحتك والحمد لله على ما يرام، ولست بضعيف لتحتاج إليها. لأتذكر طوال الوقت أني مسافر. هذا الرجل بحق عالم. تعلم الكثيرون على يد الإمام الشافعي، وملأ علمه الآفاق حتى أصبح من الأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي، وظلت بلاغته تأسر من يستمعون إليه حتى وهو يصارع الموت. كيف حالك الآن يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله تعالى واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. بل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. وهكذا توفي العالم الجليل التقي البليغ الذكي محمد بن إدريس الشافعي، وهو في 54 من عمره، ليلة الجمعة 30 من شهر رجب عام 204 من الهجرة، تاركاً وراءه ما يزيد على 140 مؤلفاً في مختلف فروع العلم، رحمه الله تعالى.